على هذا الشارع وسط مدينة الصقلاوية وتحت سقيفة الخضار هذه، يتناوب الأخوان محمود ومحمد بين دراستهما ومهنة البقالة. محمد طالب في الجامعة التقنية يدرس هندسة الكهرباء، وشقيقه محمود يدرس القانون. الشابان لا يجدان مشكلة في الجمع بين عمل يتطلب شراء الخضار فجرا وبين توقيتات الدراسة وامتحاناتها. الحمد لله قدرت يعني أنه أوفر بين عملي وبين دراستي، ساعات اللي ما بيها عمل أنه أقدر أحاضر بدروسي، ونتعاون أنا وأخوي، أخوي كذلك طالب، نسد مكان هنا فرصة عملنا وأيضا في دراستنا. يصير نتراوح بيني وبين هو، مثل خلينا نقول امتحاني بيوم امتحان هو عكس يومي اللي أنا أمتحن به. محمود الأخ الأكبر وهو طالب في الإدارة القانونية، متزوج ولديه أطفال، يرى أن السعي في طلب الرزق الحلال متاح لمن يريد ذلك. هنا بالشغل أشتغل والحمد لله أساعد نفسي وأساعد عائلتي، وازدوجت قبل فترة الحمد لله والشكر، عندي أطفال هسه كل منا من الشغل الحمد لله والشكر، يعني بين شغل وبين عملي وبين دراسة ماكو شيء صعب إن شاء الله، يعني اللي يدور شغل يلقى شغل. يعمل الأخوان هنا وأمامهما مسيرة لنيل الشهادة في الكهرباء والقانون، يطمحان إلى أن تكون بتقدير عال كما هو تقدير المجتمع لهما هنا واحترامه لكفاحهما في العمل والدراسة. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار.